السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتعلم نبني الواي ماتريكس للسيستم اللي قدامنا. طبعا هاي القيم اللي معطاة عنا هي الاكس، فهاي بتكون اكس ومنسميها اكس 1 2. ليش؟ انا بين البسط 1 والبسط 2، فهاي اكس 1 2 وهاي القيمة اكس 1 3. ليش؟ انا بين البسط 1 و 3، وهاي القيمة اللي هي اكس 2 3 لانها بين البسط 2 و3. هسا قبلنا نبني الواي ماتريكس. هسا الواي ماتريكس عبارة عن، طب نكون ابعادها بعدد البسط. كم بسط عندنا؟ 3. في الواي ماتريكس راح تكون 3 في 3. طبعا اول عنصر راح يكون واي 1 1، سالب y 1 2، سالب y 1 3. السالب إشارة مهمة هون، يعني إذا نسيتها تخرب الحل. هون y، هون y 2 1، ننساش السالب. y 2 2، سالب y 2 3. هون سالب y 3 1، سالب y 3 2، y 3 3. لاحظ إنه فقط الدياجونال هي المش إشارته سالبة. هسا كيف نوجد القيم كاملة؟ هسا y 1 2 y 1 3 إجابتهم سهل. y 1 2 عبارة عن y 1 على x 1 2 ويساوي 1 على 0.02 plus j 0.04. هاي مندخلها على الآلة، y 1 تقسيم 0.02 plus 0.04 j بعطينا 10 ناقص 20 j. هسا بنوجد ال y 1 3 بتساوي 1 على x 1 3 ويساوي 1 على 0.01 زائد j 0.03. طبعا هيها موجودة هون، هاي على الآلة، 1 تقسيم 0.01 plus 0.03 j ويساوي 10 ناقص j 30. هسا الفكرة كيف نوجد ال y 1 1. ال y 1 1 عبارة عن y 1 2 plus y 1 3، يعني 10 ناقص j 20 زائد 10 ناقص j 30 ويساوي 20 ناقص j 50. طبعا y 2 2 نفس الطريقة اللي هي y 2 1 زائد y 2 3. y 3 3 بتساوي y 3 1 زائد y 3 2. طبعا في عندنا معلومة كثير مهمة اللي هي y 1 2 بتساوي y 2 1، فعشان هيك انت عندك الواي ماتريكس اذا اوجدت الواي 1 2 فالتو 1 نفسها نفس القيمة. طبعا ما تنسى لما تيجي تعوض الواي 1 2 بتروح تضرب القيمة اللي طلعت معك بالإشارة السالبة بعدين بتعوضها مكان السالب واي 1 2. فهي اصلا من خواصها انها ايش؟ سيمتريك ماتريكس، متريك ماتريكس، لأنها متشابهة حول الدياجونال نفس القيم. طبعا ممكن في زي القاوس سيدل، مش القاوس سيدل، نيوتن رافسن، من بطلب منك انك توجدها بال لما يكون في as magnitude and theta على الآلة الحاسبة. هاي مثلا اللي هي 20 ناقص j 50 يساوي 20 ناقص ايش بتحكي؟ 1. انا اقول كومبلكس 2
هاي هيك حولناها للصيغة الثانية اللي هي نفسها بتساوي 53.8516 والزاوية ناقص 1.19. هاي طلعنا الواي 11 بالفورم الأول والفورم الثاني. هون الفورم ريال زائد إيماجينري بارت، هون ماجنتيود زائد ثيتا. طبعا جواب النهائي راح احطه هسه كامل للسيستم كامل، بس هاي هي طريقة ايجاد الواي ماتريكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.